كده. وعليكم السلام. كده 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 يا شباب، كده يا شباب. كده يا فطوم. ايوه ايوه كده كده كده. طبعا يا شباب نحن اليوم نعمل احتفالات الكتلان في لحظة لا أنا عاد بيظهر بالبث مش على طول. تمام احتفالات الكتلان بشاركوا الكتلان لو سمعتم شاركوا البث شاركوا البث. يعني اليوم بيوقع لهم قلد قلد للصبح. الرجاء المشاركة مشاركة البث للجروبات أصحاب مضريط. فاليوم نحن نحتفل اليوم لا ما شرطة نحتفل اليوم طبعا أسكت مع فطوم ومحمد وأسامة وعبود لاسع. لازم تدخل ببث. تا 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 أيوة وعبود لا ها لحظة خلينا نصور عبود. ضروري يدخل بالبث. كتلون جديد بهزيمة ريال مدريد المنكرة. طبعا اليوم اهتزموا لأنه غاب عنهم اللاعب رقم 12. من هو؟ شوفوا هذه 12 فغياب اللاعب رقم 12 لريال مدريد أدى إلى هزيمة تاريخية. ايوه حتى عبود يضحك حتى عبود يضحك على الهزيمه والله. للاسف يعني هذا حجمهم الحقيقي. و يعني لولا اللاعب رقم 12 لما انتصر الريال في اي مباراه. شوف كم البث جالس. فاليوم كان شكله نفاس غايب او المهم حصل له ظرف طارئ فما حضرش المباراة وأدت إلى هزيمة منكرة طبعا. وبفضل جهود أيضا من الكتالوني الكبير الكتالوني الأصل. مالك مال الكتالوني يا شباب الكتالوني الكبير القديم. نحن الآن يعني ومن هذه اللحظة نطالب بعودة المدرب العظيم غارديولا ابن كتالونيا. تمام الأمانة يعني أذاقهم المر كما أذاقهم المر لسنين لخمس سنين أو لست سنين متتالية. فاليوم هذه أثبت لنا أنه يعني مدرب عظيم ويستحق ولازم أن يعود إلى برشلونة. الشباب طبعا حبوا أن يحتفلوا اليوم. والله أنت نفر لك. حبوا أن يحتفلوا اليوم بهزيمة مدريد وبنفس الوقت يعني بميلاد رقم 12 للولد والسند محمد غسان. فيقول لكم يا اما تعملوا مشاركات او قلوب حمر او تجيبوا له هدايا. لا هدايا لا مشاركه ولا بطيخ. اشتي هدايا يعني؟ ايش هذا الحين؟ شمع ولا ايش تشتي بالضبط؟ مشاركات ولا لايكات قلوب حمر ولا هدايا؟ اي حاجه هدايا. لا لا لازم تحدد. اليوم العيد عيدين يا شباب. آه يا أخي فطوم. يا شباب طيب خذوا عبود عندكم. يا رجال امشي. خذوا عبود عندكم يلا خذوا عبود عندكم. فين الشباب؟ فين دونك الناس طيب؟ لا تهربوش. والله قال لكم قلد يعني لسنة قدام. والله لو تدخلوا يعني جحر ضب لدخلنا وراكم. يلا يلا اقطع التورته. يا هاتي ماي كان يلا جيبي له
نايم. ايوه نايم. لو تدخلوا بحر ضب اللي دخلنا وراكم لنجلدنكم جلد يعني مدة سنة قدام لا نفس يعني لا 20 21. يلا ايوه يلا اقطع حقك التورته. كيف اقطع؟ بص بص هذا بص هذا. ايوه يا رجال انت يعني شطاين. امشي يلا قطع مثلثات. طبعا انا شباب رغم ان انا يعني ما والله ما اكل شيء ما تعشيش وما اكل شيء التورتات هذه والحاجات هذه، بس اليوم احتفالا بالنصر العظيم والهزيمة التاريخية. اثنين راح جاي اثنين عادي. شوف بابا اثنين راح جاي حجمهم الحقيقي والله والله حجمهم الحقيقي هذا النادي التافه يظهر عندما يغيب اللاعب رقم 12 للأمانة والله. يعني حجمهم الحقيقي بابا هذه علشان صلاح زيدان المسكين عشان مزعج هذه عشان صلعه زيدان المحقره. صلعه زيدان اليوم راحت فطيس. طيب فين الصحون مالكم؟ ما ادري والله. اشتي فانيليا. فاقول لكم يا شباب للأمانة يعني حجمهم الحقيقي يظهر عندما يغير اللاعب رقم 12. اللاعب رقم 12 ولا يعني الأساس حقهم. فهذه يقول لك محمد غسان عشان صلاة زيدان. والله يعني كملي من الفرحة هذه والاحتفالات ممكن سنة. المهم هابي بيرثدي ماي صن محمد، مبروك الفوز للسيتي. يا رجال انا اعتزلت المباراة وما لبسنا كباري. كذاب كذاب والله انا معتزلة اكباري. كذب لا تصدقوش. لا اطلب الشرطة في جريمة. انا اشتريت لك الفنيلة زمان ايام ما كان ميسي يجيب التركات بوم بوم بوم. الحين ما يدري ايش يتعاطى بالبيت ويخرج. رجع بيض مستوى بيض اسطوري. فعلا كلام حقيقي. تأثر مستواي صح؟ ايش السبب؟ يمكن اهرب يا اخي. يمكن ما يتمرنش كثير. كلام حقيقي والله كلام حقيقي يعني ميسي تدور مستواه كثير ورجع بيض. لا ميسي والله المدرب حقهم لازم انه تكتيك المباريات وما يعتمدش اعتماد رسمي على ميسي. بكره برشلونه برضو احتمال يخرج زي الريال اليوم. ايوه برشلونة يعني وبكره احتمال يحتفل على الريال. حاول برشلونه تحسه خلاص يعني خاسرين ما لعبوش ما فيش روح. ايوه كلامه صحيح والله كلام يعني رياض فاهم. يلا خلاص يلا كل معكم ادي لي فطوم ادي لي صراحه. شوف انا ما نشطبخ بعجن امي.
بس ليش تفضحنا كذا تقول لي لبستنا اجباري؟ يعني مش انت برشلونة؟ لا انا اعتزلت برشلونة. للحين فين؟ انا كل المباراة كنت برشلونة، لكن لو تحسن مستواهم برجع. يا حبيبي البرشلونة يعني عشق وتاريخ وأصالة، مش هو فقط يعني خلاص انت لما النادي زيادة ومصحبة لشقعه مضريط، يعني شقعه مضريط فقط لأنه يفوز بس، هذا ما هوش إنسان رياضي ولا عنده انتماء ولا عنده، فمشتكش يكون كذا. أنت مع النادي بقوته وضعفه، أمان أنت كرياضي عندك انتماء عندك مبدأ، يعني مش فقط شقوا عشان يفوز، يعني دحين هم كلهم ومعظمهم مشجعين مضريط عشان انه يفوز مول 90 بس عشان انه يفوز. طيب يقعوا ان شاء الله فايزين بكره ان شاء الله يا رب. بيلعبوا ضد مين؟ برشلونه فريق ايطالي الله يستر. بس المهم تحياتي لكم يا شباب ودمتم بخير، وطبعا عيد ميلاد سعيد للولد محمد، وان شاء الله بكره يشرفونا يرفعوا الراس الكتلان. بالله فطوم زعلان ليش؟ فطوم يلا ديلي تورته حقا ديلي. هاتي 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 اقطع لك انا التورته اتشي فانيليا ولا فراوله. انتي نفر.